بعد فيك تعمل بروجكسيون للفيكتور عمين مرة على الاكس اكسبريم اكس. اذا عملت على البروجكسيون على الاكسبريم اكس بدل الفي بصير فيه يكتب والله في اكس، بيقعد فيه يكتب في اكس ايجال. وهون طبعا تروى انه بنمشي بحسب ال شو بتقلي الفورمول هيدي ال اي شو هو، بحط واحد يعني فوقها، والبروجكسيون للجي ما فيك تحط موان دو تي، بس بروجكسيون للجي حيطلع صفر انا اذا على اكستريم اكس، فهي بلاها دونك في اكس اقل هالقد، والفي اجراك هي هاي موان دو تي على الحل. بقى هيدي هي الفايدة انه والله صرت بعرف الفي اكس قديش والفي اجراك قديش. ليش يعني؟